يتذكر التاريخ عبر صفحاته كما يتذكر الناس بكل فخر وإعزاز قصص وسير الشهداء الذين سطروا بدمائهم مجد الوطن واستقراره. أسر الشهداء والمصابون محط اهتمام ورعاية من كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها القيادة السياسية التي تقدم كل دعم ورعاية لهم. فقد اعتاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن يحتفي بالعيد وسط أبنائه من أسر الشهداء والمصابين، ولكن حرصاً على سلامتهم وصحتهم في ظل خطر انتشار فيروس كورونا وعدم وجود تجمعات، فقد قدم التهنئة لهم في أماكن إقامتهم. ونيابة عن سيادته وجهت وزارة الداخلية مأموريات لأماكن إقامة أسر شهداء الشرطة والمصابين لتقديم التهنئة التي استقبلوها بترحاب، فهي تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبنائهم. حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. ساب لي رسالة بيطمني عليه إن هو راجل وفضل يدافع عن الكمين بتاعه، ما سابهوش للتكفيريين. هو كان دايما يقول عليهم التكفيريين، فضل يدافع لحد اخر دقيقه. وعمر اول واحد صف الكمين واخر واحد شهيد في الكمين. عمر كان مميز وكان لازم موقفه هتبقى مميزه في يوم زي ده، في يوم العيد. ولادنا ضباط رجال ما بيخافوش. وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. بقول للرئيس السيد عبد الفتاح السيسي انا بشكرك وبوجه لك التحية وبقول لك كل سنة وحضرتك طيب، وبنشكرك على الوقفة اللي انت بتوقفها معنا. بصراحة انت مش سايب اي حد، من سواء انا او اطفالي او اي اسرة شهيد. بجد انت واقف معنا وقفة جامدة جدا. كل سنة وحضرتك طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة. دي هدية من السيد الرئيس بمناسبة عيد الفطر. بحبك يا رئيس ووحشني قوي بابا. تقدير السيد الرئيس لينا كأسر شهداء ولأولادنا، هو ما بينسناش حتى في الأوقات اللي هي زي دلوقتي، يعني المفروض أنه في وباء، ومع ذلك هو تفضل شاكرا أنه هو تقدم بهدية لابني يعني بمناسبة عيد الفطر وكده. خلف كل باب يفتح ليتلقى تهنئة رئيس الجمهورية قصة بطل ضحى بروحه، وآخر طلب الشهادة لكنه أصيب. صباح الخير، ازي حضرتك يا فندم؟ سيادة الرئيس بيقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب، ودي هدية من سيادة الرئيس. كان المهم المطلوب اننا القبض على 3 تكفيريين كانوا بينزلوا يجيبوا دعم لوجيستي للتكفيريين في سيناء من منطقة جلبان. أثناء التعامل ربنا كرمني واتصبت بطلقة في دراعي. ده شغلنا، ده اللي احنا بنحبه، اللي بنعرف نعمله، اللي بنحس ان احنا بنفدي بيه ناس تانية كتير قوي. السيد الرئيس يفتكرني في العيد ويفتكر ضابط مصاب من وزارة الداخلية، فدي اكيد طبعا يعني اكبر تقدير ممكن اخده بعد النوت طبعا بتاع السيد الرئيس. ده هدا من السيد الرئيس وبيقول لكم كل سنة وانتم طيبين. قبل الاستشهاد بتاعه والدي كان في اشتباك وموت فيه 2، قعد يومين وموت 2. زميله ساعه الاستشهاد هو طلع مكانه في الدشمه، مسح الدم ووقف مكانه. عيال قلبها حديد وقلبها جامد، وزمايله طبعا هم جابوا حقه في قبلها وبعدها. ربنا كان كاتب له ان هو هيبقى شهيد، هو راح خد روحي معاه، روحي طلعت معاه، لكن انا ما زعلتش لاني كنت عارفه هو حاسه هو راح فين وبقى في ايه وهو يستاهلها. الرئيس يعني حتى تاريخه، حتى من ساعه ما مسك البلد يقول لك ما ينفعش ينسى الشهداء. يعني تحسه حاسس بوجعك، حاسس انت فقدت ايه، حاسس بقد ايه انت قدمت ايه. رجال بتحمي شعبها وكل شبر في ارضها، نقف في ظهر المظلومين ونرد كيد الظالمين، ونكون حمايه وسور وسد في وش اي جبان وحد
يفكر انه يطول امانها واهلها.